السيد سليمان سري الصحفي السوداني والمتحدث باسم التحالف العربي من أجل السودان. سيد سليمان أهلا بك. مرحبا بك أستاذي، فرصة سعيدة، وأرحب بك وبمشاهديك وبضيفي ضيفك العزيز. نعم، كنا نقول أن مشهد أو رد فعل عربي باهت تجاه ما يحدث في السودان خلال الأيام الماضية، بعض السفارات وبعض الدول ووزارات الخارجية في بعض الدول العربية أعلنت فقط عن قلقها أو استنكارها. كيف تابعتم وأنت المتحدث باسم التحالف العربي من أجل السودان رد الفعل العربي على الانقلاب في السودان خلال الأيام الماضية؟ شكرا. أنا في الحقيقة متابعين هذه المواقف، هي حقيقة مواقف كلها باهتة وليست بجديدة، وهي مطبعة دائما مع الانقلابيين ومع النظام العسكري المستبد برئاسة البشير. وظلت هذه يعني السودان هو واقع ما بين تقاطعات مصالح ومنافع بين دول إقليمية ومجتمع دولي، ولا حتى الدول العربية، سيبك منها، حتى قرار مجلس الأمن أو بيان مجلس الأمن لا يتعدى أن يكون مجرد بيان مكتوب بالحبر، يعني عبارة عن تضامن، استنكار ضعيف جدا جدا. يا أخي هذا البرهان مجرم، قتل الشعب، والآن يعتقل الشعب السوداني في سجن كبير جدا جدا. سيد سليمان، يعني في الشأن العربي تحديدا، برأيك أين طبق هذا الانقلاب العسكري؟ هل طبق هذا الانقلاب العسكري في الخرطوم أم في أحد العواصم العربية كما يشاع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعلى لسان النشطاء، بل على لسان الثوار اليوم في شوارع ومدن السودان؟ لا يوجد انقلاب عسكري ينجح في السودان ما لم يكون في سند خارجي أصلاً، مش السودان، اي انقلاب عسكري في اي دوله لابد ان يجد الدعم من دول الجوار، دول الجوار الاقليمي، وهذه حاجه اصلا معروفه، يعني ما في مشكله. وهذه الدول انا اقول انهم هم على المستوى او الوقت الاني بيكسبوا هذه الحكومات، لكن استراتيجيا يخسروا الشعب كامل، يخسروا الشعب السوداني. وسبق انه الشعب السوداني يعني غضب واحرق سفارات واغلق سفارات وهكذا، فيجب على الدول ان تنتبه وتنتبه الى هذه الثورات الشعبيه، وينظر الى ما يريد هذا الشعب، ويتضامن مع رغباته، ويتضامن مع القتل المجاني الذي يتم في شوارع الخرطوم. نعم سيد سليمان، ردود فعل دوليه وصفها البعض بالقويه، يعني رد فعل امريكي كان قوي على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن ومتحدث الخارجية الأمريكية، كيف تابعتم هذه الردود، ردود الأفعال الدولية بشأن انقلاب عبد الفتاح البرهان على الشرعية الثورية؟ والله نحن طبعا ننظر الآن هذه كلها يعني مواقف آنية، ليست مواقف يعني يمكن قدام نحن نعتمد عليها فعلا تضغط على النظام داخليا. التعويل على المجتمع الدولي نفسه احنا ما معولين عليه، لانه انظر الى هؤلاء الملايين التي خرجت، هي التي تقرر مصيرها، هي التي تحدد من يحكمها. فالمجتمع الدولي ليس عليه تعويل بكل مكوناته، حتى الامم المتحده ومجلس الامن، ماذا فعل مجلس الامن للبشير؟ يعني سيد سليمان، هل تعليق مساعدات امريكيه للسودان تقدر بالملايين، وأيضا تعليق نشاطات السودان لدى الاتحاد الإفريقي، برأيك هذه الإجراءات لا تؤثر على سلطة الانقلاب العسكري في البلاد؟ بالعكس تماما، هذا الانقلاب العسكري لديه علاقات، وهو أصلا حماية للفساد والمفسدين، انقلب على السلطة الدستورية والثورية. بالنسبة للعقوبات، إذا عايز تحدث عن العقوبات، السودان ظل 30 عاما تحت هذه العقوبات، لم يتضرر منها الا الشعب السوداني. يعني واحد وزير من يوم من الايام وزير الخارجيه مصطفى عثمان اسماعيل قال عطل في طائره سقطت، قال والله دي اسباب لانه امريكا مقاطعانا وما قادرين نجيب الزميرات. عرفت؟ نعم. يعني هو ذاته المقاطعه الدوليه بتتحول لدعم
داخلي لهذه الحكومة تستفيد منه. أي مشكلة هم طوالي يقول لك يعني نحن مقاطعين دوليا، معزولين دوليا لمشروعنا لقرارنا لمواقفنا، وبيزايدوا بهذه المقاطعة. لذلك العقوبات تجربة المجرب لن يفيد. نحن عايزين يفضلوا عليهم هم عقوبات، يحظروا سفرهم، يصادروا أموالهم، يتم القبض عليهم مجرد ما يخرجوا من السودان. لكن كل هذه القرارات لن تحدث. لذلك يجب على الشعب السوداني أن يخوض معركته. هذه الثورة ثورة ضد المجتمع الدولي نفسه، ثورة ضد المجتمع الإقليمي، ثورة ضد الشعب، ضد الإسلاميين والفلول. اقترعت النظام البائد وأرسلت رسالة للمجتمع الدولي أنه لا تعويل عليهم، والسودان غادر يخوض معركته. ومثل ما اجتمعوا اقتلعوا البشير، الآن سيقتلعوا البرهان كذلك. نعم سيد سليمان سري الصحفي السوداني والمتحدث باسم التحالف العربي من أجل السودان كان معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.